في اطار تنفيذ الملف التنفيذي 771 على 11 تم وبناء على امر وكيل الملك باستخير القوى العموميه وامر السيد رئيس المحكمه بفتح محل، قمنا بالاجراءات ديالنا القانونيه الى حدود نهائي الى حدود الثامنه مساء، واذا بنا كنتفاجئوا بكسميتو بالسيد حامد عبد الحميد البوجهدي جا تهجم علينا، هز الحجر ملهي بغى يضربني انا، وتما وقفنا عمليه التنفيذ. ومنين غادرنا المحل عيطونا بان قال بان هز زويجه، رجعنا باش نشوفوا شنو كاين. انا تهدد عليا بالزويجه بلا بالخماسيه، منين تهدد عليا بغى يضربني ولا لحى على السطح وجبدناها وسلمناها للشرطه. هذا ما كاين في القانون.